انت يا بن كبير، اذا انت بتعتقد انه الشعب الفلسطيني هو كبساس، وعشان هال 14 مقعد اللي جبتهم، وعشان قضية نتنياهو اللي بدفلت من محاكمته، وعلشان انه انتو لاوين ايديه وذراعه الى اخره، بالنسبة لنا احنا انتو سيئان، يعني لوجهين لعملة واحدة. فبالتالي الرسالة تتوجه لك ليش؟ لانك انت كيف بيحكوها، صار الخرى مرة يحلف عليها بالطلاق، صرت فجأة من حثالي لوزير، ومش حي الله وزير. كلماتك، تصريحاتك، اسلوبك، كلها بتشعل حروب وبتسوي امور. فالاشياء اللي بدك تعملها في الاسرى، الاشياء اللي بدك تعملها، وبدك احكام اعدام، وبدك مش عارف شو. مالك يا ولد، صحصح على حالك، صحصح، لانه انت بالنسبة لنا مثل هاي البسة. ما تحاول تسوي حالك اسد. Namibia